الدكتور محمد جمال قاسم، أستاذ مساعد جراحات الجهاز الهضمي والسمنة المفرطة والمناظير بطب عين شمس، عضو الكلية الجراحية الملكية بإنجلترا. للتواصل تليفون 010-170-67057، تليفون مرة تانية 010-170-67057. صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم صباح بكرة أحلى، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير ويمن وسعادة. وياريت إن شاء الله كده بدل الحلاوة والسكر والحاجات اللي هي السمنة والحاجات اللي بتتعب، ياريت نخلي النهاردة يبقى في قراءة قرآن، في أحاديث، في بر بالوالدين وبالجيران وبالأهل وبالصحاب، يبقى يوم جميل نقتدي برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. ونبتدي النهاردة حلقتنا كمان بتهنئة وفرح، عايزين يبقى أيامنا كلها فرح. يعني حتى في القناة بيقولك يعني الصبح فرح، هو الصبح فرح، بس احنا عايزين نقول للناس ألف مبروك، وعايزين نقول للي الجو يعني اللي لسه ما اتجوزش عقبال ما تتجوز، وكل حبايبكم كمان يفرحوا. احنا عندنا تهنئة عائلة آل نجدي بمركز الغنايم قرية المشايعة، وأولاد عم العروسة، طبعا العريس اسمه أمير والعروسة كمان اسمها أميرة، وأولاد عم العروسة أولاد المرحوم صابر عاصم وخالهم الأستاذ همام فرغ الهمام. كمان في عمام العروسة الحاج أنور فاروق النجدي وسيد رزق وعادل فاروق وممدوح فاروق ومحمد فاروق وصبحي فاروق ودياب فاروق والأستاذ زكريا وحيد وعلاء زكريا وأحمد محمود شاكر وكل عائلة النجدي بالمشايعة. طبعا والد العروسة الحاج محمد عبد الرازق بيبعت تهنئة خاصة للعروسين الأستاذ أمير العريس والأستاذة أميرة العروسة. كان أول أمس الفرح، عقبال عندكم نشوف كده هو فرحة العرايس، ونرجع للحلقة بتاعتنا. ورجعنا تاني بعد الفرحة الجميلة، عقبال عندكم كلكم وألف مبروك للعروسين، وعقبال كل يا رب الناس الطيبة والطيبين، وصباح الورد الأبيض والفل والياسمين، صباح الفول وصباح كمان الابتسامة الجميلة. ومعانا النهاردة حلقة جميلة جدا، ومعانا زي ما بعودكم تملي أيقونة الطب والجراحة، معانا فنان بشكل تاني وبطريقة تانية وبطعم تاني، عندنا متميز سواء في مصر أو في الشرق الأوسط، عندنا دكتور يعني إيه مش أي مكان ممكن يروحه، لأنه دكتور فعلا متميز. إحنا معانا الدكتور محمد جمال قاسم، أستاذ مساعد السمنة، جراحة السمنة المفرطة، وعايزين نقول إن يعني هو كمان استشاري وأستاذ مساعد المناظير بطب عين شمس، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا. أنتم متعودين إن أنا بخطف لكم اللي هم يعني وش يعني الزبد كده، هو جايب معايا الدكتور محمد جمال قاسم. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك، ومشكر يعني على التقديمة الحلوة دي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وكل سنة هم طيبين بمناسبة انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف. كل سنة وحضرتك طيب وبخير، وبشكرك انك انت اديتنا من وقتك، لان احنا طبعا يعني انا متميز تملي بان انا بخطف الضيف المتميز،
وتملي عندنا الناس الاستشاريين اللي هم بيفيدوا الناس، احنا عايزين نفيد الناس، وبالتالي احنا قدرنا نتحايل عليك ان شاء الله الحلقه دي، وان شاء الله يعني الحلقه اللي جايه، لا اللي بعديها ان شاء الله تبقى معانا، لان عندك يعني اهتمامات معينه كده اهوت ان شاء الله انا عارفها هتنتهي منها وتبقى معانا، لان الناس محتاجه تعرف اسئله كتير جدا، ومحتاجين منك ان احنا نعرف السمنه والسمنه المفرطه والجراحه والعمليات لا ده كمان في حاجه انا عايز اقول لكم، ان الدكتور محمد جمال قاسم هو هيكلمنا كمان عن جراحه برضو غريبه، انا اول مره كنت اسمعها، حكايه جراحه للسكر وانتهاء الموضوع والكلام ده، ده موضوع جديد يا دكتور. الحقيقه هو جديد نسبيا، هو بقاله سنين طويله في العالم كله، لكن المفهوم ده ما دخلش مصر قوي، فان شاء الله النهارده نحاول نقدم فكرة للمرضى بتوعنا، خاصة مرضى السمنة اللي معاها سكر من نوع تاني، ونديهم معلومات عن مين اللي يصلح له العملية وإيه نتائج العملية دي إن شاء الله. يعني إحنا ممكن نيجي في مرة كده تقول لنا أن السكر اللي هو التاني دوت ممكن ينتهي بجراحة؟ ده حقيقي. طبعا العلاج التقليدي للمرض السكري من النوع التاني، إحنا طبعا السكر عندنا منه نوعين، في النوع الأول والنوع التاني. عشان المشاهدين يبقوا مركزين معنا، إحنا هنتكلم عن النوع التاني بس. طبعا كل الاحصائيات والدراسات اثبتت بما لا يدع مجال للشك انه السمنه المفرطه مرتبطه ارتباط وثيق بالسكر من النوع الثاني. تمام. كان زمان العلاج التقليدي للسكر من النوع الثاني هو كان عقاقير بالفم، برشامات معينه، وبعد كده ظهر الانسولين وعمل طفره كويسه وحاجات من هذا القبيل. لكن المريض ما بيخفش، هو احنا بنحاول نظبط له مستوى السكر في الدم عن طريق هذه الادويه. الجديد دلوقتي انه الجراحات السمنه المفرطه هي بس مش بس بتنزل في الوزن، لا هي كمان بتعالج السكر. وعلاج السكر هنا له درجات. في بعض المرضى بيوصل بهم الحال الى الشفاء التام، ودول مرضى معينين. في بعض المرضى بيحصل تحسن في السكر، ازاي؟ انه الجرعات اللي بياخدها تقل. لو كان بياخد انسولين لا يرجع لبرشام، ولو كان بياخد اكتر من نوع من برشام 3 أو 4 لا يرجع يبقى برشام واحد. فبرضه لو حصل تحسن دي حاجه جميله جدا. نسبة قليلة قوي ما بيحصلش تحسن، ودي نسبة ضعيفة جدا. طيب ايه هي العمليات اللي ممكن تعمل شفاء للسكر؟ كل العمليات بتاعت السمنة المفرطة ليها نسبة شفاء من السكر. على سبيل المثال عملية التكميم. عملية التكميم مش زي ما الناس فاهمة هي بتقلل الوزن بس، لا. لو عند مريض عنده سمنة مفرطة وعنده سكر من النوع الثاني وعملت له عملية تكميم، في نسبة الشفاء من مرض السكر من النوع الثاني بنسبه بتزيد عن 70-80%. طيب وتحويل المسار ممكن توصل ل 80-90%، فدي نسب عاليه قوي وواعده جدا. طيب ايه العوامل اللي قبل العمليه انا بشوفها في المريض بستبشر؟ انا طبعا محدش يقدر يضمن انه يحصل شفاء تام، لكن في عوامل معينه برضو الدراسات قالت لنا عليها، ان انا من خلالها اقدر اقول المريض ده لا نسبه شفائك هتبقى عاليه قوي. كل ما يكون مريض السكر صغير في السن كل ما يكون نسبة الشفاء تبقى أعلى. ده رقم واحد. رقم اتنين، كل ما يكون وزنه أقل، يعني الوزن الأقل نسبة استجابته للسكر هتكون أحسن من الوزن، وهما الاتنين تخان لكن وزنه أقل شوية. يعني تقريبا يا دكتور محمد الوزن تقريبا يعني يبقى قد إيه؟ لا مش هنتكلم عن الوزن المطلق، هنتكلم عن حاجة اسمها معدل كتلة الجسم. يعني معدل كتلة الجسم وهنقولها يعني إيه تعريفها، لو أقل من 40 ده بيحسن نسبة التوقع للشفاء. لو المريض عنده السكر ظهر اقل من 5 سنين ده نسبه شفاء اعلى. عشان كده انا بشجع المرضى اللي السكر عندهم اقل من 5 سنين اقول له لو سمحت، لو علاج السكر بتاعك مش جايب نتيجه او انت بتاخد ادويه كتير، لو سمحت استشير جراح سمنه مفرطه، لانه ده ممكن يعمل لك عمليه ونسبه شفائك فيها تزيد. فدي بعض العوامل اللي بتدينا مؤشر. تمام. يعني احنا نقدر نقول ان ممكن السكر من النوع الثاني طبعا هو سببه الوزن الزايد، فبالتالي انه ممكن بمجرد ما تنتهي العمليه ممكن كل الاعراض دي تروح. طبعا بنسبه كبيره، لانه العمليات دي بتقلل الوزن، بتقلل كميه الاكل اللي داخله، بتعمل تحفيز لغده البنكرياس اللي هي بتفرز الانسولين، فالانسولين يعلى وحساسيته في الجسم تزيد، فيبدا ياثر على مستوى السكر في الدم ويقلله، وبالتالي يحصل تحسن في مرض السكر من النوع الثاني. أستاذ الدكتور محمد جمال قاسم، أستاذ السمنة المفرطة واستشاري أول جراحة السمنة المفرطة. أنا بس عايز أسأل حاجة دكتور محمد هنا، أي حد يقدر يعني، أنا عايز أعرف العملية دي بتتحدد لمين؟ يعني
يعني هل بالضروره عمل عمليه، ولا هل نوع العمليه، يعني انا مش عارف انهي المريض اللي ممكن يتعمل له عمليه. تمام، ده سؤال مهم قوي ويا ريت المشاهدين يركزوا معانا. ناس كتير قوي بيبقوا فاكرين ان انا لما ازيد شويه في الوزن اروح على طول اعمل عمليه، لا الموضوع مش كده خالص. العمليات السمنه المفرطه هي عمليات مهمه ومتقدمه لازم اعملها للمريض المناسب. من هو المريض المناسب؟ لازم يكون معدل كتله الجسم بتاعه ازيد من رقم معين. طب تعالوا نقول يعني ايه اصلا معدل كتله الجسم. هي عباره عن حسبه بسيطه قوي، بنقسم وزن المريض بالكيلوجرام على طوله بالمتر مربع واضربه، يعني لو مثلا انا وزني دلوقتي 150 يبقى هقسم 150 كيلو على طولي مثلا 170 سم، يبقى هقسم على 1.7 على 1.7 كمان. الرقم اللي هيطلع لي ده مهم قوي. لو الرقم ده فوق ال 35 وفي امراض مزمنه زي السكر او الضغط، ده ساعتها مريض يصلح ان انا اعمل له عمليه. او لو الرقم ده فوق 40 حتى لو ما عنديش امراض مزمنه برضه ده يصلح انه يعمل له عمليه. مرضى كتير قوي بيجي لي بيكون زايد زياده بسيطه، فحسب له معدل كتله الجسم الاقيه اقل من 30، يقول لي يا دكتور طب اعمل لي عمليه، اقول له لا ما ينفعش. ليه؟ لان دي هتضرك اكتر ما هتفيدك. وهنا بقى لازم ان المريض يبقى واعي في النقطه دي علشان ما يعملش عمليه ملهاش لازمه او ممكن تكون لكن ليها بدائل. لكن ليها بدائل، يعني ممكن حضرتك تدي له علاج مثلا. جميل قوي من حضرتك. طيب ساعتها المريض ده ما بيسيبوش، لا في عندنا نصايح اخرى. رقم واحد ممكن احوله على استشاري التغذيه في الفريق بتاعنا، اقول له لا انت محتاج استشاري تغذيه علاجيه رجيم معين بطريقه معينه بروفيشنال محترفه بيقدر ان هو ينزل في الوزن على مدار فتره معينه بدون حرمان، وانا باكد على كلمه بدون حرمان. طيب لو اللي وزنهم اعلى حاجه بسيطه وعايزين ينزلوا في الوزن بسرعه، في بديل اسمه بالون المعده. ايوه ده بالون بيركب جوه المعده علشان ياخد حيز من المعده. أيوة. وكان زمان بيركب بالمنظار، في حصل تقدم ليه دلوقتي ان عندنا حاجه اسمها الكبسوله الذكيه دي، المريض بيبلعها بشويه ميه في العياده. مش ممكن. والله لا ده موضوع جديد بقى، يعني احنا موضوع نعرف جديد. يا دكتور محمد ان لازم يدخل حاجه بالمنظار وتدخل البالونه تعمل دلوقتي بقت عمليه دلوقتي. في العياده زي ما انا قاعد مع حضرتك. كبسوله صغيره قوي اسمها اليبس او الكبسوله الذكيه، ده الاسم الشائع بتاعها في مصر. المريض بيبلعها قدامي كوبايه ميه صغيره، لا تخدير ولا عمليات ولا مستشفى ولا منظار ولا اي حاجه. وبعد ما يبلعها بتاكد باشعه سينيه بسيطه ان هي وصلت فعلا المعده، وبنحقنها بسائل معين، وبعد كده بشد الخرطوم بالراحه خالص، هو رفيع جدا، فالبالونه تتملي وتملى معدته. ايه فايدتها؟ بتقلل الحيز اللي بيستقبل كميه الاكل، فالمريض بيحس بشبع مبكر، فكميه الاكل اللي داخله له بتكون قليله جدا. طبعا الكبسوله الذكيه دي او البالون عامه الخساره في الوزن بتبقى ما بين 10 ل 20 بالكثير قوي 25 كيلو. فانا ليه بقول كده؟ علشان المريض ما يبقاش عنده تطلعات اعلى من النتيجه الفعليه. هو في احلى من كده؟ لا، اصل ساعات مرضى يجي واحد يكون مثلا زايد بال 50 و60 كيلو يقول لي يا دكتور انا اعمل لي الكبسوله الذكيه، اقول له لا دي لا تصلح لك، انت هعملها لك لكن اعرف انك هتنزل ماكسيمم بالكثير قوي 20 كيلو. انا بحب دايما المريض لما بقعد اتكلم معاه بديله توقعات العمليه رياليستيك بصوره حقيقيه، علشان يبقى انا بحب الامانه العلميه جدا، وكل المعلومات اللي بديها له تبقى اب تو ديت وطبقا لاحدث الابحاث العلميه. طب افرض دلوقتي يا دكتور محمد هو نزل 15 20 كيلو، هل ممكن ان ده يتكرر مره تانية؟ ده احنا حضرتك النهارده يعني بتسال اسئله. ايوه الناس اكيد بتسالها طبعا، بتسالها وبعدين في نفس الوقت طبعًا. احنا معانا خبير كبير واستشاري اول، يعني حد مش قليل، فاحنا كمان عايزين الناس تستفيد، لان انت صح. يعني وجودك في اي مكان هو يعني حاجه كبيره جدا. شكرا يا فندم. لكل حد ممكن يكون عايز يسال سؤال عن السمنه وعن المشاكل اللي عنده. طبعا السؤال ده مهم قوي. من عيوب الكبسوله او البالون ان الوزن ممكن يرجع تاني، ولا سيما ان انا بحط الحيز ده بيبقى حوالي 500 مللي. يعني تخيل حضرتك كده كيس مليته نص لتر 500 مللي وحطيته جوه بطن العيان. في بعض المرضى لو هو بعد كده ما التزمش، طبعا البالونه دي بتتشال بعد وقت معين ما بتقعدش فتره طويله. بعد وقت معين لو هو ما التزمش بالعادات الغذائيه بيلاقي نفسه بياكل اكتر من الاول. يعني الناس اللي هي مش ملتزمه بالنظام الغذائي سابت مساحه بقى فعايز ايه. ايوه لانها في بعض المرضى بيبقى ريبورتد عنهم ان مساحه المعده وسعت شويه. طب دي حلها ايه؟ يعني المريض لازم يتوقع كده، ان المريض يتابع تغذيه ما يرجعش تاني يعيش حياته كده عادي خالص بعد ما نشيل البالون او الكبسوله. لازم ان هو ياخد باله قوي ويتابع التغذيه ويبقى عارف هو بياكل ايه وينقي هو بياكل، يبقى عنده ثقافه التغذيه السليمه اللي هي مش حاسسها موجوده قوي في المجتمع المصري بقوه. وده حاجه عايزين يعني ناكد على فكره التغذيه السليمه، ما اكلش اي حاجه. ابقى عارف ايه الحاجات اللي انا باكلها دي، السعرات الحراريه اللي فيها عاليه ولا متوسطه،
ممارسة الرياضة بانتظام، دي حاجات مهمة. فالمريض اللي هيلتزم بالحاجات دي بعد البالون ممكن جدا وبسهولة ان هو يحافظ على وزنه. لكن المريض اللي مش هيلتزم هيلخبط، لا وارد قوي ان الوزن يرجع يزيد تاني، ودي احدى العيوب المعروفة للكبسولة او البالون. طيب يعني انا بس خدني السؤال هنا في اجابة حضرتك، البالون دي مش ممكن تعمل كرش؟ لا مش لا هي اي نعم تاخد حيز من مساحة المعدة الداخلية، لكن هي مش لدرجة ابدا بالعكس، ده المريض بينزل في الوزن، لكن مش لدرجة ان هي تعمل بلج او بروز من جوه لبره، لا الموضوع ما بيبقاش مش عنيف قوي كده. اصل انا بفكر يا دكتور وانا قاعد بس قلت طب ممكن تعمل لي كرش، مش بتعمل كده، لا ابدا. طب بس ايه الفرق يا دكتور بين عملية التكميم وتحويل المسار؟ برضو انا الحاجات دي يعني انا كمواطن عادي عمال اسال، يعني انا اعمل تكميم ولا تحويل مسار ولا امتى ولا فين؟ مش عارف. ومعانا خبير كبير واستشاري كبير زي حضرتك، من اكبر الناس الموجودين في الشرق الاوسط في المجال دوت كجراح كبير واستشاري في جراحه السمنه المفرطه والجهاز الهضمي، فاحنا عايزين نعرف منك بقى ازاي انا اقرر او حضرتك بتقرر ولا مين اللي بيقرر الفرق بين عمليه تكميم وتحويل مسار؟ تمام. طبعا القرار اللي بناخده ده هو مش قرار فردي، يعني الجراح ما ينفعش ياخده لوحده. لا القرار ده بيبقى مبني على تاريخ مرضي، باخده المريض كويس وببقى بتكلم مع المريض علشان اشوف هو هيقدر يلتزم بايه. دي احدى العوامل، يعني المريض لازم يبقى واعي وانا بتكلم معاه ويفهم الكلام اللي هقوله له، لان القرار مشترك. دي نمره واحد. نمره اتنين، طبعا عمليات السمنه المفرطه هي كتير. لكن اشهرهم على الاطلاق خاصه في مصر هي عمليه التكميم وتحويل المسار المصغر. خلينا نقول يعني ايه تكميم معده في الاول. المعده عباره عن كيس بيستقبل الاكل من المريء اللي بيوصل الاكل من الفم على المعده. المريض اللي عنده سمنه في الغالب تبقى معدته كبيره. كل اللي انا بعمله بدخل بدباسات امريكيه معينه ومتطوره، بدبس واقطع في نفس الوقت جزء كبير من المعده بيصل الى مثلا 3 ارباع المعده. في النهايه المعده بتتحول لانبوبه. انبوبه دي تبقى صغيره في الحجم تماما. المريض بيبقى مجبر ان هو ما يقدرش يستقبل كميات كبيره من الاكل ولا الشرب، وبتقلل طبعا كميه اللي داخل، فبالتالي المريض بيقدر ان هو ينزل في الوزن. بالاضافه انه بيبقى فيه هرمون اسمه جريلين بيفرز من قبه المعده. لما انا بشيل قبه المعده طبعا مع الجزء المستبعد، المريض ما بيحسش ان هو عايز ياكل كتير زي زمان. زمان بيبقى عنده شراهه الاكل، لا لما الهرمون ده بيقل الشراهه دي بتقل جدا، ودول ميزتين عمليه التكميم المهمين قوي. طيب مين اللي ينفع له عمليه تكميم؟ ينفع للمريض اللي هو بياكل اكل كميات كتيره. المريض اللي هو عنده مشاكل في الامعاء او في جدار البطن او عمل عمليات سابقه قبل كده بحيث ان انا مش هقدر اعمل له تحويل مسار. تنفع في المرضى صغار السن على اساس ان انا مش هحتاج فيتامينات ومعادن غير سنه او سنه ونص بكتير، مش مدى الحياه زي عمليه تحويل المسار. دي ابرز السمات بتاعه المريض بتاع عمليه التكميم. طيب نيجي لتحويل المسار. يعني ايه تحويل المسار؟ طبعا في منه كذا نوع، لكن احنا هنتكلم عن تحويل المسار المصغر بصفته هو الاشهر انتشارا في مصر. تحويل المسار ان انا بعمل جيب صغير من المعده وبقيه المعده موجوده ما بستبعدش منها حاجه. الجيب ده بيكون طويل وبيكون ضيق، وبعد كده بوصله بالامعاء على بعد 2 متر من بدايتها، وكاني استبعدت من عمليه الامتصاص 2 متر من الامعاء. فانا كده استفدت ايه؟ ان المريض عنده جيبه صغيره من المعده فتستقبل كميه اكل قليله، والحاجه الثانيه ان انا بقلل امتصاص الحاجات اللي ممكن تزود الوزن اللي هي السكريات والدهون والحاجات اللي زي كده، لان انا استبعدت 2 متر من الامعاء بدون استئصال اي جزء. العمليه دي جميله قوي للمرضى اللي ممكن يكون عندهم امراض مزمنه زي السكر والضغط، لان نسبه الشفاء منهم بتبقى اعلى زي ما احنا ذكرنا في اول الحلقه. المريض لازم يكون عارف انه هيمشي على فيتامينات ومعادن لمدى الحياه، ولازم انا كدكتور قبل ما اعمل له عمليه اتاكد انه عنده قابليه انه يسمع كلام. لان لو انا حسيت ان هو مش هيسمع الكلام في موضوع الفيتامينات هو كده هيضر نفسه، فانا مش هعمل له العمليه دي. فلازم المريض يكون متعاون وفاهم ان هو يمشي على فيتامينات ومعادن مدى الحياه. دكتور محمد يعني جمال قاسم، في حاجة أنا استغربتها، حكيت هعمل جيب واتنين متر، يعني أنا مش فاهم. في برضو المشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي يقول يعني إيه 2 متر؟ ده المعدة كلها قد كده وإحنا يعني قد كده. إحنا في المعدة وبعد كده الأمعاء. المعدة عبارة عن كيس تستقبل الأكل وبتبدأ عملية الهضم فيه. بعد كده الأمعاء دي طولها يتراوح من 4 متر
يمكن في بعض المرضى بتوصل 8 متر. اه فانا بستبعد بس اول 2 متر. وليه 2 متر؟ لان ده وجد ان المساحه دي او المسافه دي هي اللي بتعمل خساره في الوزن بدون التاثير بشده على العناصر الغذائيه المهمه، لان انا لو زودت الطول ده المريض هيخس قوي، لكن في نفس الوقت هيعاني من سوء تغذيه ونقص في المعادن الرئيسيه والفيتامينات المهمه زي فيتامين A وB وC والمعادن الكالسيوم والحديد والزنك والسيلينيوم، كل ده هيقل. فهي الموضوع بيبقى التوازن، فانا بستبعد الجزء اللي يخدمني وما بطولوش قوي علشان ما يجيش المريض ده سوء تغذيه شديد. شكرا دكتور محمد. اصل انا اعتقدت انه بالمتر بالعرض كده عشان الواحد بيبقى تخين، فطلع بالمتر بقى اللي هي الحركات ديت. طبعا بيبقى لينا طرق للقياس جوه العمليه فعلا. لازم يبقى في طرق ان انا اعتمد عليها عشان اقيس مظبوط، لان حضرتك احنا في شغلتنا كل حاجه لازم تبقى مظبوطه ومجربه، يعني ما ينفعش استخدم حاجه لسه اول مره، ما ينفعش. كل الطرق اللي احنا بنعملها دي هي طرق مجربه ومثبته علميا وستاندردايزد، يعني ليها مستوى قياسي، فانا لازم بنقيس بالظبط. دكتور محمد جمال قاسم، استشاري الجهاز الهضمي والسمنه وجراحه السمنه المفرطه، يا ترى هل في مضاعفات بالنسبه للعمليات ديت؟ ولو في مضاعفات او في اي رد فعل لمضاعفات للعمليات دي، طب ايه علاجها؟ عايزين برضو نعرف من حضرتك. طبعا معلش انا بجهدك. ابدا بالعكس، انا سعيد جدا بالاسئله بتاعت حضرتك. الاسئله كلها يعني بقالي فتره من اول ما ابتدينا ما بصيتش، ما لقيتش الضحكه الجميله بتاعتك. انت لو ملاحظ يعني انا كنت اقول لك ابو ضحكه جنان ما شاء الله عليك. اغلبيه المرضى بيدخلوا لك بيبقوا سعداء لما بيدخلوا. ف عايزين نعرف بقى هل في مضاعفات للعمليات دي وايه حلها؟ تمام. طبعا بمنتهى الامانه العلميه دي عملية جراحية في النهاية، وأي عملية جراحية بيبقى ليها رينج مضاعفات، وما ينفعش أي دكتور عنده شيء من الأمانة العلمية يقول غير كده. أي عملية جراحية ليها جزء من المضاعفات، لكن مضاعفات العمليات دي مع الخبرة مع الممارسة مع اختيار العملية الصح مع عمل العملية بتقنية صحيحة، لازم أن النسبة دي تقل جدا، تبقى أقل من 1% وممكن تبقى أقل من 0.5% كمان. لكن في حاجات واردة بنسب بسيطه ونادره جدا، لا انا بقعد اشرحها للمريض جوه العمليه جوه العياده قبل ما ابدا العمليه تماما. ايوه. اشهر مضاعفتين للعمليه دي هما التسريب والنزيف. يعني ايه تسريب؟ يعني جزء من الخط التدبيس اللي انا بعمله ده يفك، فبالتالي افرازات المعده تخرج من جوه المعده على التجويف البريتوني. ودي طبعا بتعمل مشكله، بتعمل ممكن التهاب بريتوني وممكن تعمل تجمع صديدي جوه البطن. طبعا دي مصيبه. طبعا. ودي حاجه مهمه لازم المريض يعرفها. طيب نسبة حدوث الكلام ده كام؟ أقل من 0.5% إن شاء الله. وده على حسب برضو الدكتور وخبرته. بالظبط. لأن برضو أنا عايزين ننوه بالنسبة للناس، إحنا مش بنعمل دعاية لحد ولا بنعمل دعاية ضد حد، ولكن أنتوا عارفيني أنا كراجل إعلامي وكاتب صحفي رئيس تحرير جريدة بكرة أحلى، أنا ما بجيبش إلا الناس المتخصصة الكبيرة الاستشاريين اللي يقدروا يخدموا الناس. هو في مشكلة يا دكتور محمد إن في ناس عندها يعني خبرة قليلة، اعتقد ان هم سبب في النسبه دي. طبعا. ودي مشكله. عشان كده دايما بنصح المرضى ان هو قبل ما يروح لاي حد يعمل له عمليه لازم يكون متاكد ان هو اخد تدريب كويس قوي، يا اما في مستشفى تعليمي او جامعي جوه مصر او بره مصر، انه ساعد اساتذه كبار في المجال، لان احنا عندنا يعني جراحه في النهايه هي صنعه. لو انا ساعدت اساتذه كبار انا في يوم من الايام هبقى استاذ كبير زيهم. لو انا اتعلمت بره ورجعت مصر افيد، كل الكلام ده لازم المريض يسال، يتاكد من شهادات الطبيب، لازم يتاكد من خبراته. مهم جدا، ده حياه او موت، لان في ناس كمان بتصل على ما اتذكر يا دكتور محمد للموت فعلا. ده حقيقي. مع الاشخاص الغير مدربين الغير مؤهلين. بالحقيقي بيجي لنا في مستشفى جامعه عين شمس بنستقبل حالات يعني وحشه جدا وسيئه جدا نتيجه عدم خبره بعض الجراحين. عايز ارجع اقول لحضرتك فضل. انا جوه العمليه عشان اقلل نسبه التسريب بعمل ايه؟ رقم واحد، تقنيه جراحيه سليمه. ازاي ان انا اشد على الانسجه وامسكها؟ دي ليها طريقه. ازاي ان انا ادبس بطريقه معينه؟ ليها طريقه. ازاي ان انا احافظ على الدمويه او الامداد الدموي للجزء اللي انا هسيبه؟ دي ليها طريقه. الدبسات المستخدمه مهمه جدا وكريتيكال جدا في العمليه. لازم الدبسات اللي انا مستخدمها تكون، طبعا انا ما بستخدمش غير الدبسات الامريكي، بس يعني عامه لازم الدبسات تكون متجربه قبل كده، نتائجها كويسه، تكون عاليه الجوده، تكون
حديثة ومستخدمة مرة واحدة بس. أجهزة الكي اللي أنا بستخدمها لازم تكون حديثة. ومؤخرا يعني يمكن لسه مشتركين في بحث من حوالي سنتين ثلاثة أثبتنا بطريقة بسيطة قوي إن أنا منديل البطن، ودي عبارة عن دهون جوه البطن، إن أنا لو ثبتها في خط التدبيس بتاع التكميم على سبيل المثال بتقلل نسب حدوث التسريب والنزيف بصورة كبيرة جدا. فالتقنيات الجراحية مهمة قوي، ومتابعة المريض بعد العملية بتبقى مهمة قوي. كل ده بيبقى في الحسبان وأنا قاعد بعمل عليه، بيبقى في دماغي إيه الحاجات اللي أنا المفروض أبعد عنها والمفروض اللي أنا أعملها عشان نقلل نسب التسريب وهكذا النزيف. كلام جميل. احنا هنطلع فاصل مع الدكتور محمد جمال قاسم. احنا سعداء طبعا بحضرتك، وكمان حضرتك يعني فت البرنامج وفت المشاهدين. هنكمل بعد الفاصل، فاصل ونرجع تاني. الدكتور محمد جمال قاسم أستاذ مساعد جراحات الجهاز الهضمي والسمنة المفرطة والمناظير بطب عين شمس، عضو الكلية الجراحية الملكية بإنجلترا. للتواصل تليفون 010-170-67057، تليفون مرة تانية 010-170-67057. ورجعنا تاني أعزائي المشاهدين في صباح بكرة أحلى، ومعانا الدكتور الأستاذ الدكتور محمد جمال قاسم أستاذ السمنة المفرطة والجهاز الهضمي والجراحة، وحد رائع وجميل من أفضل الدكاترة على مستوى الشرق الأوسط. إحنا خطفناه وجبناه وإحنا مش عايزين نسيبه، وعندنا أسئلة كتيرة. معلش هنكمل كام سؤال لأن الوقت بيجري بينا. نرجع تاني الموضوع يا دكتور، موضوع علاج السكر المرحلة التانية. معلش أنا كراجل عندي سكر المرحلة التانية، أعمل إيه عشان أوصل لك؟ وفي نفس الوقت أنا عايز أوجد حل بقى، هل ممكن لو أنا عندي شيء من العزيم، هل كمريض هل إن أنا لو التزمت مع حضرتك بالتعليمات هل ممكن السكر ده يختفي؟ طبعا. المريض اللي عنده سكر من نوع تاني ووزنه زايد شويه وبقاله فتره بيتعالج ومفيش نتيجه، ده انا بنصحه ان هو يتجه لجراح سمنه. ايوه. في ساعات مرضى بيجوا لنا بيقول لي انا عندي سكر من نوع تاني، لكن لما بحسب معدل كتله الجسم بلاقي ان هو مش كافي ان انا اعمل له عمليه، فبقول له لا انا اسف مش هقدر اعمل لك العمليه. فاحنا بنختص المرضى اللي هم عندهم وزن زياده بسكر من نوع تاني. ايوه. طيب المريض ده لما بيجي لي انا ما بعملوش عمليه على طول طبعا، بعد ما ياخد تاريخ مرضي وافحصه كويس بنطلب بعض التحاليل المهمه قوي. بنطلب نشوف مستوى الانسولين في الدم عامل ازاي، مستوى السكر في الدم صائم وفاطر، وبنقيس حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري او السكر التراكمي، ده بيديني قد ايه المريض ده ملتزم على مدار الثلاث اربع شهور اللي فاتوا. ده بيبقى نوع من التحضير عشان اعرف الصوره بتاعه المريض ده ايه. أي. الحاله بتاعه البنكرياس بتاعته ايه. وفي حسبه بسيطه حسابيه بقدر من خلالها اعرف حاجه اسمها مقاومه الانسولين عنده عاليه ولا لا. أي. لما بلاقي ان في امل من كل العوامل دي او كل الارقام اللي بتطلع دي بشجع المريض اقول له لا انت يناسبك العمليه الفلانيه او الفلانيه. طبعا لا احنا عايزين نقول لهم يعني معلش برضو المرضى السكر ايه العمليات اللي ممكن يعملوها، يعني عشان خاطر هم يبقوا جايين مستعدين هم يعملوا ايه معاك؟ هم التكميم او تحويل المسار. طبعا في عمليات تانية كتير، بس اللي بيحصل في مصر او بيتعمل في مصر ونتائجهم كويسه هي تكميم المعده وتحويل مسار المعده سواء المصغر او التقليدي. بس فلما بنعمل العمليه دي للمريض، وطبعا بيتابع بعد كده مع دكتور غدد صماء وسكر علشان ينزل بالتدريج معاه في الادويه عشان المريض ما يجيلوش هبوط في السكر، وبيتابع مع استشاري التغذيه عندنا علشان يقول له ياكل ايه وما ياكلش ايه، بعد بالتالي احنا المريض بيوصل لافضل نتائج جراحيه ان شاء الله. دكتور محمد جمال قاسم، في عمليات بتفشل، يعني ما عشان من ايه ما نكذبش طبعا. يعني احنا قلنا برضو من ضمن اسبابها عدم الخبره، الدكتور اللي هو ما عندوش خبره، فبننصح تملي الناس من خلال البرنامج هنا اهوت ومن خلال نصيحة الدكتور محمد جمال قاسم، ما تروحش لدكتور
سنه خبرته قليله، وفي نفس الوقت روح لحد موثوق فيه. عمليات السمنه ديت ليه بتفشل يا دكتور محمد؟ تمام، انا عايز اقول لحضرتك انه الخمس ست سنين اللي فاتوا كان حصل كده هوجه في عمليه التكميم في مصر وانتشرت بشكل مفاجئ مره واحده. وبعديها كانت الناس بتخس بس سنه سنتين. دلوقتي بقى احنا عايشين عصر تصحيح التكميم السابق. دلوقتي مرضى كتير بيجوا لنا يا دكتور انا عامل عمليه تكميم من 3 و4 سنين ووزني رجع تاني. وده الحقيقه بنشوفه كتير. الاسباب اللي كده هي كتيره، بس تيجي يعني ممكن نصنفها، ممكن نقول اسباب خاصه باختيار العمليه. ممكن انا كجراح عملت العمليه للمريض الغير مناسب. ازاي؟ يعني مريض مثلا جاي لي العياده وبيقول لي انا باكل حلويات كتير، في مرضى عندهم شراهه لاكل الحلويات والسكريات. المريض ده ما ينفعش اعمل له تكميم خالص. انا لو عملت له تكميم هيخس شويه بالكتير سنه سنه ونص ويرجع يزيد تاني، لانه بياكل السكريات والحاجات دي زي ما حضرتك عارف هي حاجات بسيطه وسهله الهضم والامتصاص. فالمريض ده مصيره انه الوزن هيزيد تاني، فده اختيار خاطئ للعمليه. في اسباب جوه العمليه، ان انا بعمل التكميم واسعه قوي فما بحدش من سعه المعده قوي. ودي مشكله. احلها ازاي؟ ان انا اعمل تفصيله كويسه للمعده عن طريق انبوب. احنا بنحط انبوب معياري بنسميه بوجي، بحطه بطريقه معينه بقص عليه بطريقه معينه، او التكميله تكون ضيقه قوي فالمريض كل ما ياكل حاجه يرجع، فيضطر رغم ان هو ما كانش بيحب الحاجات قبل العمليه يضطر ان هو يقلب اكله حلويات، لان دي الحاجات السهله البسيطه اللي بتعدي. احدى الاسباب الشهيره انه بعض الجراحين ما بيقصش قبه المعده في اثناء عمليه التكميم. طبعا هرمون الجريلين اللي احنا لسه متكلمين عنه هيبقى عالي، فالمريض هيبقى عنده شراهه للاكل فهياكل، فتاثير عمليه التكميم هيكون ضعيف شويه. نيجي لتحويل المسار. ايه اللي يخلي تحويل المسار يفشل؟ ان الجيبه تكون واسعه قوي. ان انا ما كنتش عملت استبعاد ل 2 متر او دلوقتي بقى متر و80 سم من الامعاء. ممكن انا بعد بطريقه سريعه فاستبعد لي بس 50 70 80 سم وخلاص. فده مش هيبقى كافي. في اسباب كتير. نيجي بقى على دور المريض. يعني انا دايما بركز على دور المريض. عايزين نعرف برضه المريض دوره ايه. ادي احنا قلنا دور الطبيب بالظبط، الجراح. المريض عليه دور. اتفضل. مرضى كتير فاكرين ايه؟ ان انا دلوقتي هروح اعمل عمليه جراحه السمنه فانا كده ايه خدت العصايه السحريه فهخس. لا، انا بقول للمشاهدين واللي مقبل على العمليات دي، لا، حضرتك عليك دور. ايه هو دورك؟ اولا انك تشترك في قرار مع الجراح، ودي حاجه سهله. بعد كده بعد العمليه في تعليمات كتير واحيانا بتبقى قاسيه خاصه في اول كام اسبوع لازم تلتزم بيها. نوعيه اكل معينه لازم تلتزم بيها، اخد فيتامينات ومعادن معينه لازم تلتزم بيها، الانتظام في الرياضه. يعني انا دايما المريض اللي انا بحس ان هو مش هيقدر يعمل رياضه بعد العمليه بقول له خد بالك مش هتخس كويس. واحد يقول لي الله امال انا عامل عمليه ليه؟ لا، العمليه دي عامل مساعد كبير، عامل مساعد قوي، لكن لو حضرتك كنت قاعد في السرير طول اليوم طب ازاي هنحرق؟ ما احنا حضرتك فقدان الوزن بيتم ازاي؟ ان انا بقلل كميه الاكل وبنزود معدل الحرق. معدل الحرق ده انا هزوده ازاي غير ان المريض يتحرك؟ وبقول للمريض انت هتمشي نص ساعه كل يوم بس لمده 5 ايام، مش عايز اكتر من كده، وان شاء الله حوالين البيت مش لازم جيم. او معلش يا دكتور بقى التليفونات كتير جدا، وانت يعني كنا عايزين نستفيد من حضرتك ومن خبره حضرتك كتير، لكن احنا مضطرين بس عشان يعني نراضي يعني حتى الناس، تليفونات كتير. احنا اسفين ليكم طبعا، بس هناخد اتصال عشان نشوف اسئلتكم. الو 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 ايوه، مين معايا؟ علي صوتك شويه عشان مش سامعين حضرتك. الاستاذه مروه، تعلي صوتك بعد اذنك. الو ايوه، علي صوتك شويه يا استاذه مروه. ايوه دكتور، معايا معاك الدكتور محمد جمال قاسم، اتفضلي. السلام عليكم. اتكلمي انت على الهوا، اتفضلي سؤالك ايه؟ طب الخط اتقطع. هو طبعا احنا بنعتذر للناس اللي هي بتتصل، يعني بيقولوا لي في الكنترول في اتصالات كتيره، بس احنا يعني ان شاء الله الحلقه اللي جايه مع الدكتور محمد هنفتح الاتصالات يا جماعه. طبعا اللي عاوز يتواصل معانا في عندكم تليفون الحجز او استعلام او اي استفسار، تليفون 010-170-67057، ده واتس او تليفون او اي حاجه. وعايز اقول لكم ان شاء الله هنورط الدكتور في خصم
5% لمشاهدي صباح بكره احلى. مفيش مشكله، انا موافق جدا وما عنديش مشكله خالص، وده يساعدني يعني ان انا اقدر افيد المرضى سواء بالخبرات الجراحيه او سواء بالخصومات، دي حاجه تساعدني جدا، مفيش مشكله ده خالص. ده بالنسبه للخصم، وعايز اقول لكم الاستشارات على التليفونات ولا الواتس اساسا مجانا لصباح بكره احلى بس. طبعا اي استفسارات تانية غير التليفون، اي حاجه تانية حضرتك ممكن تتواصل برضو معانا، جريده بكره احلى موقع الاخبار المتميز، ممكن تتواصل مع البرنامج على رقم 011-5544-2823. هقول لكم رقم تواصل مع البرنامج 011-5244-2823. نكمل مع الدكتور محمد قاسم، محمد جمال قاسم، استشاري الجهاز الهضمي والسمنة المفرطة. دكتور احنا سعداء جدا بيك واحنا بنعتذر للناس مرة تانية. في جراحات سمنة وفي حتى بيقول لك نحت قوام، يعني انا مش فاهم ايه الموضوع، ايه الفرق بين عمليات السمنة ونحت القوام؟ هل زي ما بيعملوا كده مثلا بيعملوها كده؟ ادي الضحكة يا جماعة اللي بقولها لكم، الضحكة الجدال. اتفضل. السؤال ده يعني يمكن اكتر سؤال بنتسأله عندنا في العيادة. مريض يجي يقول لي يا دكتور انا عايز اعمل عمليه سمنه مفرطه، ايوه، اقول احسب له تاني معدل كتله الجسم الاقيه 30 31 28 29، بقول له لا حضرتك ما ينفع لناش العمليه دي. يقول لي طيب ده انا عندي، انا اسف يعني انا عندي بطن وكرش وعندي ارداف كبيره وعندي افخاد كبيره وعندي ده راجل او ست، يعني احنا مش راجل او ست. طبعا انا بتكلم كما... انت عمال تقول راجل راجل وحاسس انك بتكلم عليا، لا احنا وست يا جماعه. لا ابدا طبعا المريض ايا كان نوعه طبعا. الحقيقه لما يكون المريض وزنه ككل في سمنه مفرطه، في تراكم دهون زائد في الجسم ككل في منطقه البطن والصدر والارداف وكله، ويكون معدل كتله الجسم بتاعه فوق 35، هو ده اللي ينفعله عمليه سمنه مفرطه، فدي عمليه سمنه مفرطه. طيب المريض الثاني بيبقى عنده جسم كويس ومعدل كتله الجسم بتاعه مش عالي قوي، لكن عنده زياده في منطقه البطن او منطقه الارداف او ايا كان، ده محتاج عمليه اسمها نحت القوام. وعمليه نحت القوام دي طبعا دي عايزه متخصص في جراحه التجميل. وعشان كده احنا معانا في الفريق بتاعنا استشاري جراح التجميل برضه من نفس الجامعه، برضه حد له خبره، جامعه عين شمس طبعا. وله خبره طويله. يعني ايه بقى العمليات اللي بيعملها؟ أيوة. اللي احنا بنسمع عنها اللي هي شد البطن، شفط الدهون، عمليات الجديده اللي طالعه دلوقتي الفيزر وما شابه. أيوة. فنحت القوام لما يكون عندي سمنه موضعيه، سمنه موضعيه ومعدل كتله الجسم بتاعي مش عالي. أيوة. او وزني مش عالي. أيوة. لكن عمليات السمنه المفرطه ان انا عندي سمنه عامه في جسمي كله، دهون في كل جسمي، ويكون معدل كتله الجسم اكتر من رقم معين اللي هو 35. أيوة. يبقى احنا كده فرقنا ما بين امتى اروح للعمليه دي وامتى اروح للعمليه دي. تمام، يبقى السمنه حاجه ونحت القوام حاجه ثانيه. طب بس انا عايز اسال حضرتك سؤال يعني شخصي، انت القوام واهتمامك بقوامك ناتج عن ايه؟ يومك بقى عشان معلش برضو ما الناس عايزين يعني نعرفها ازاي يبقى الواحد انيق في شكله في جسمه في 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 يومه، ازاي يعمل ايه عشان يبقى. والله انا اقول لحضرتك على حاجات بسيطه قوي يمكن الناس من كتر بساطتها مش هتصدق. التغذيه المتوازنه، انا لما باجي اكل ما باكلش اي حاجه خلاص. عارف اللي قدامي ده نوع كربوهيدرات ولا حلويات اللي هي سعرات عاليه، او بروتينات اكل منها كميات معقوله، او خضروات واكل منها كميات كبيره. فالاكل الاكل المتوازن يخلي دايما الجسم كويس، الصحه العامه كويسه. تاني حاجه الاقلاع عن التدخين. يعني طبعا اللي بيدخن يحاول، يعني انا عارف الموضوع مش سهل. طبعا اللي ما بيدخنش اوعى تدخن، لكن اللي بيدخن يحاول يقلل او يبطل. انا بدخن بس هبطل ان شاء الله، يا ريت. في رحمه من المنوفيه، معلش انا بعتذر لك يا فندم. لا اهلا وسهلا. طبعا ناخد اكبر كم من من الفايده للناس، واحنا بنعتذر لكم تاني يا جماعه. احنا بنحاول ناخد تليفون بس نشوف انتم بتفكروا ازاي وعايزين تسالوا ايه. رحمه من المنوفيه، الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي في برنامج صباح بكره احلى، معاك الدكتور محمد جمال قاسم. واضح القط انفصل. القط انا مش عارف يعني احنا بنعمل اللي عليه ده والله. فيا جماعه خلوا بالكم من التليفونات عشان او انتوا يعني اشحنوا كويس عشان انتوا ما بتلحقوش تقعدوا يعني على الخط.
نكمل تاني مع الدكتور محمد جمال قاسم، استشاري السمنه المفرطه والجهاز الهضمي. طبعا احنا سعداء بيك النهارده جدا يا دكتور محمد، مقدر الوقت اللي بتديه لنا وللجمهور. بس انا عايز كمان اكمل، يومي بيبقى ازاي؟ يعني حضرتك بتقول عشان احافظ على قوامي انا لازم اعرف الاكل ده فيه كام سعرات، فيه ايه؟ يعني نكمل ونوضح للناس. الاكل المتوازن وشرحناه، الاقلاع عن التدخين، وتالت حاجه ممارسه الرياضه بانتظام. ايوه. والحقيقه الموضوع الرياضه ده بيسبب مشاكل الناس، لان معظمنا مشغول جدا في ضغوط الحياه والشغل والكلام ده. عشان كده بقول للمريض انا مش عايز منك غير نص ساعه مشي حوالين البيت، يعني لا تشترك في جيم ولا تلعب رياضه عنيفه ولا اي حاجه. اكيد يعني كل واحد فينا حوالين بيته اي شارع ينفع ان انا امشي فيه. انا عايز نص ساعه بس يوميا، يبقى مشي سريع شويه عشان جسمي يسخن. نص ساعه يوميا لمده 5 ايام، هو ده اللي بتوصي بيه يعني احدث الابحاث العلميه. الثلاث حاجات دول يضمن ان انا ابقى صحتي جيده، ما يجيليش امراض مزمنه وانا في سن صغير. أيوة. وزني يبقى كويس ومتوازن. دي ثلاث يعني حاجات بسيطه، لكن نحاول. بالنسبه للقوام، لو حد عايز يبقى قوامه زي قوام الاستاذ الدكتور محمد جمال قاسم يمشي بالكلام ده. ان شاء الله. تمام. طب لو حد عايز يبقى قمره زي الفل كده هوت يعمل ايه؟ لا دي بتاعت ربنا بقى. بتاعت ربنا. نرجع تاني يا دكتور محمد، الترهلات بعد جراحه السمنه. تمام. موضوع مهم قوي، ومرضى كتير بيجي يقول لي بعد 6 شهور او 9 شهور يا دكتور الحق، ده انا حصل لي ترهلات في بطني. ايه ده؟ ده انا ما كنتش اعرف ومش عارف ايه. طبعا موضوع الترهلات ده لازم كل مريض سمنه هيعمل عمليه يتوقع. ليه؟ لانه مرتبط بمعدل نزول الوزن. كل ما انا بنزل في الوزن بسرعه قوي في وقت قصير، كل ما هيحصل ان الدهون هتختفي بسرعه، فالجلد ما بيلحقش يرجع تاني ينكمش عشان ياخد الشكل الجديد بتاع الجسم، فبيحصل ترهل في الجلد. ايوه. فمعدل نزول الوزن مهم قوي. وده بيعكس نجاح العمليه. كل ما العمليه كانت ناجحه هنزل انا في الوزن بسرعه، فالترهلات احتماليه ان هي تبقى موجوده هتزيد. ايوه. ولازم المريض يبقى عارف كده. لكن في حاجات بسيطه برضو نقول للمريض حاول تعملها علشان نقلل شويه موضوع. زي ايه يا دكتور؟ زي ان هو يشرب كميه وفيره من السوائل. يعني يوميا. طب السوائل والميه ولا السوائل بس؟ لا، السوائل تشمل ميه واي سوائل، اي حاجه، لانه بتبقى شامله ميه. طبعا. اصل في حاجه يا دكتور برضو كنا عايزين نسالها، ودي اسئله الناس غالبا، يعني بيقول لك ما تشربش ميه كتير عشان ما تعملكش كرش. الكلام ده ايه؟ لا 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 لا. الكلام ده لا. لو حضرتك تقصد ما تشربش ميه اثناء الاكل، ده صح. يعني لا ينصح ان انا خاصه في عمليات اللي عاملين عمليات سمنه. اقول له اوعى وانت بتاكل تشرب. امال تشرب امتى؟ يا اما قبل الاكل ساعه، يا اما بعد الاكل بساعتين. طب بالنسبه لو زور بقى يعمل ايه في الحاله دي؟ يبلع بقى بحاجه بسيطه، لكن ما يشربش ميه كتير. ما يرفعش الازازه ويقعد يشرب يعني. لكن عامه غير في وقت الاكل، لو شارب سوائل كتير دي حاجه كويسه جدا، بتخلي الانسجه ومرونتها اعلى. ده رقم واحد عشان نقلل الترهلات. رقم اتنين، ان المريض لازم يلتزم بالفيتامينات والمعادن اللي هتتكتب له علشان تقوي الجلد، لانه الجلد ده نموه وتطور بتاعه معتمد على فيتامينات ومعادن كتير. فلو هو ملتزم بيها الامور هتبقى كويسه. الحاجه الثالثه، لو بدا بقى يلعب رياضه بطن متخصصه بقى هنا. بقى رياضه بطن يعني هنا لازم يروح الجيم. ويعمل العمليات التمارين البسيطه السويد اللي بتتعمل في البيت، حتى لو هو يتعلمها كويس تمارين بطن معينه، دي ممكن تقوي جدار البطن وتقلل شويه قصه الترهلات. طيب لو كل ده ما جابش نتيجه، وده وارد انه الترهلات ما تختفيش او ما تقلش، ساعتها المريض بعد ما يستقر في الوزن بعد مرور من سنه ونص، من سنه لسنه ونص، لو هو عايز يتخلص منها ممكن هو يخش مع جراح التجميل اللي معانا ان هو يعمل له شد في الترهلات دي. يعني ده باختصار موضوع الترهلات اللي بيحصل في البطن بعد عمليات السمنه المفرطه. كلام جميل، واحنا بناكد عليكم ان الدكتور محمد جمال قاسم عمل خصم لمشاهدي برنامج صباح بكره احلى، واحنا بنشكر حضرتك طبعا عليه. كمان عايزين نقول التواصل مع الدكتور محمد جمال قاسم على رقم 010-170-670-57. عايزين نقول كمان يا جماعه، يعني في حاجات كتير قوي يعني ممكن تخلص باستشاره طبيب. يعني اعتقد ان ممكن في ناس بتبقى متوهمه حاجات وفي فاستشاره الطبيب مهم كتير جدا. استشاره الطبيب مهم كتير جدا. بيجي لنا مرضى متاخرين، مش هتكلم بقى على السن، على الامراض عامه. بيجي لي مريض في حاله متاخره مثلا،
مثلا يا اما سرطان مثلا في القولون متاخر وكان خايف يروح يكشف، يا اما التهاب حاد في الزايده قال لك لا ده شويه مغص وهيروحوا، التهاب في المراره شديد لا بيجي لنا بقى المريض في مرحله متقدمه بقول له انت ما بتجيش ليه؟ يقول لي اصلي زميلي او قريبي او صاحبي قال لي لا ما تروحش ده شويه مش عارف. فدايما بلاش نسمع كلام الناس دي دايما دايما. طب يعني استشير المتخصص. في مدام مروه من بلطيم، لان برضو عايزين ناخد حتى مكالمه لان الناس زعلانه واحنا الحلقه خلاص انتهت معانا. يا ريت والله. مدام مروه سؤالك بسرعه لان حلقتنا خلاص بتخلص. الو الو ايوه معاك الدكتور محمد جمال قاسم في برنامج صباح بكره احلى، سؤالك ايه؟ يا دكتور اهلا وسهلا يا فندم، سؤال حضرتك ايه؟ انا عايزه بس استشير حضرتك في حاجه. انا وزني مظبوط جميل ماشي وطولي برضو الحمد لله، بس انا عندي زياده في البطن شويه فعايزه اي حاجه تنزلها. تمام يا فندم تمام. طيب اهدي بقى اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. شكرا. السمنه الموضعيه يعني انت يا استاذه مروه عند طالما وزن حضرتك مظبوط، احنا ما عرفناهوش كام بس هناخد كلامك على ان هو مظبوط. اللي عند حضرتك ده حاجه اسمها السمنه موضعيه، يعني انا عندي تراكم دهون في منطقه واحده او معينه من البطن وبقيت جسمي كويس والوزن العام كويس. بنصح حضرتك ان احنا نتابع مع دكتور تغذيه كويس يكون محترف هينزل معاكي بالوزن كويس، نمارس الرياضه بانتظام. لو الموضوع مش يعني محقق لك اللي انت عايزاه ممكن ساعتها نستشير جراح تجميل علشان ممكن يعمل لنا العمليات اللي احنا لسه قايلينها، اما شد بطن او شفط دهون او فيزر او الحاجات الجديده دي. تمام. ده باختصار. ده باختصار لان احنا حلقتنا بتخلص واحنا بنعتذر لكم مره ثانيه على عدم الردود، لكن الدكتور محمد جمال ان شاء الله الاثنين اللي جاي لا اللي بعده هو وعدنا ان يبقى معانا صح؟ احنا حاجزين من دلوقتي نوعد قدام الناس عشان هتستنانا. والله لو الظروف سمحت ان شاء الله نبقى موجودين، مفيش مشكله. مفيش لو، احنا بنتكلم على الهوا. ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله انتظرونا ان شاء الله مع الدكتور محمد جمال قاسم استاذ السمنه المفرطه والجهاز الهضمي. احنا خلاص الحلقه خلصت، كان نفسنا ان احنا يعني نكمل اكتر، في اسئله كتير، في تساؤلات كتير عندكم، لكن انتظرونا ان شاء الله يوم الاثنين القادم اعزائي المشاهدين حلقه جديده ولقاء جديد وبرنامجكم